الزمالك بطلا لكأس مصر، فوز على الأهلي وثنائية موسم 2020-2021. الزمالك فاز اليوم بكأس مصر لأنه الفريق الذي دخل المباراة أفضل، لأنه الأكثر استقرارا على مستوى ثبات التشكيل. تفوق بيريرا بخبراته على سواريش اللي لسه مش عارف لعيبته ولا الطريقة الأمثل. خلص كأس مصر الموسم الماضي، فاز الزمالك ببطولة رغم كل الظروف، وبالنسبة للأهلي دي مش نهاية العالم، ما زال الفريق الذي نجح وتفوق في كثير من البطولات القريبة. مبروك، مليون مبروك لنادي الزمالك، لاعبين وجهاز فني، والأهم مليون مبروك لجماهيره العظيمة.